13,600 حريق وقعت في أنحاء البلاد منذ بداية العام الحالي. هذا ما كشف عنه بيان صادر عن مديرية الدفاع المدني في العراق، إحصائية لم تشمل المناطق الواقعة ضمن كردستان العراق بحسب بيان المديرية. المديرية أحالت أسباب ارتفاع الحرائق في العراق إلى العشوائيات، لتسهب بالحديث عن صعوبة وصول وتنقل فرقها داخل هذه المناطق، لكن بيانها أكد أيضاً أن قرابة نصف الحرائق المسجلة كان بسبب التماس الكهربائي. التماس الذي تحدثت عنه المديرية يكشف عن حجم الفساد والإهمال الحكومي في كافة القطاعات، فالعراقيون باتوا لا يرون نور المصباح الكهربائي بقدر ما يرون الحرائق التي تسببها الشبكة العشوائية للكهرباء وأسلاكها وبنيتها المتهالكة. ثمة أسباب أكثر خطورة، فقد كشف أحد ضباط الشرطة أن كثيراً من الحرائق كانت بفعل فاعل لدوافع سياسية، ويتهم مراقبون ميليشيات وجهات متنفذة وإرهابيين بافتعال الحرائق في الدوائر الحكومية والأسواق والأراضي الزراعية خدمة لأجندات خارجية أو لتصفية الحسابات وإزاحة الخصوم أو لإخفاء أدلة ووثائق تؤكد الفساد المستشري في البلاد. الحرائق تجاوزت في شهر كانون الثاني 1,600 حريق ذهب ضحيتها 28 مواطناً بحسب مديرية الدفاع المدني، التي رجحت زيادة نسبة الحرائق خلال السنوات المقبلة نتيجة ضعف شروط السلامة في المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء. وفي العام الماضي سجل العراق أكثر من 31,000 حريق أودى بحياة أكثر من 400 مدني، فهل ستكون هناك إجراءات للحد من الحرائق وأعداد ضحاياها؟ يتساءل العراقيون المنكوب. ليش جيت الله أكبر على الظالم. موعد عشان الجوع عمت عيني.